بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمره باتباع صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأستاذ الدكتور علي بن فايز الجحني وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الفريق الدكتور عباس أبو شامة عبد المحمود المشرف العلمي على الملتقى، الدكتور إبراهيم بن عبد الله الماحي وكيل كلية التدريب، عمداء ووكلاء الكليات، أعضاء الهيئة العلمية، الإخوة والأخوات المشاركون والمشاركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن ترحب بكم اليوم في حفل اختتام الملتقى العلمي التقنيات الحديثة في الإنقاذ والإخلاء والإيواء، والذي نظمته كلية التدريب بالجامعة خلال الفترة من 8 إلى 10 من شهر محرم لعام 1435 للهجرة، الموافق من 11 إلى 13 من شهر نوفمبر لعام 2013 للميلاد، وبمشاركة 107 مشاركين من 10 دول عربية، هي مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية. وخير بداية لحفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يرتلها القارئ سعيد عبد الشكور الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. كلمة كلية التدريب بالجامعة يلقيها الدكتور إبراهيم بن عبد الله الماحي وكيل الكلية. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصحاب المعالي والسعادة،
أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر كلية التدريب اليوم أن تحتفي باختتام هذا الملتقى العلمي الهام، والذي سعدنا بوجود نخبة كريمة من رجال الوطن العربي من الأخوات المشاركات، وكان مزيجاً رائعاً فيهم الأطباء، المهندسون، مديري إدارة الكوارث في من جامعة نورة، الأمن والمخابرات، المباحث، إدارة كوارث، فيزياء نووية، ضباط شرطة، مزيج رائع من 10 دول عربية. وكما قلنا في كلمات سابقة، هذا لا يتأتى إلا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي أصبحت بفضل الله وتوفيقه إشراقة من إشراقات العمل العربي المثمر الموحد، ودائما نقول إن لم تكن أكثر الإشراقات إشراقا. يأتي هذا الملتقى ويبقى لنا برنامجان في كلية التدريب، حيث نختتم بعد البرنامجين برنامج العمل لعام 2013. تبقى لنا الحلقة العلمية التوعية الأمنية رؤية مستقبلية، وهذا ستنفذ بعد 3 أسابيع بجمهورية السودان. والحلقة العلمية التعاون الدولي وأثره في مكافحة الإرهاب، وسيكون مقرها بالجامعة. بهذين النشاطين نختتم برنامج العمل لعام 2013، ونتطلع إلى عام 2014 في انتظار التوجيهات العليا من الجامعة بإصدار واحتماد برنامج 2014. وأؤكد لسعادة رئيس الجامعة استعداد كلية التدريب للانطلاق فورا في توجيه الجامعة وتنفيذ البرنامج المشار إليه إن شاء الله. بالنسبة لكلية التدريب، هذا بالنسبة لقسم البرامج، وهو الذي البرامج التدريبية الذي ينفذ برنامج العمل. لنا قسم آخر وهو قسم البرامج الخاصة، ويسعدني وأنا أتحدث في هذه اللحظة هنالك دورتان لشركة أرامكو، في دورة عن اكتشاف التزوير ودورة أخرى عن البصمات، والدورتين الآن تسير سيرا حسنا. كما أن دورة تنمية المهارات الاستراتيجية لقادة منسوبي حرس الحدود في المرحلة الثانية يغادرون الجمعة القادمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتلقي المرحلة الثانية من مراحل التدريب، حيث كانت المرحلة الأولى في المملكة العربية السعودية وفي مقر الجامعة هنا. بالنسبة للدورات التي أيضا يخطط لها قسم البرامج الخاصة، دورة مهمة جدا عن تنمية مهارات السلامة وأعمال السجون للنساء العاملات وللعاملين، وهذه من الدورات المهمة والحديثة. ثم هنالك دورة أساسية للأمن الصناعي لمنسوبي شركة بترورابق، واليوم كان معنا مندوب الشركة واستلم العقد المبرم بينه والجامعة، وإن شاء الله مطلع صفر سيكون بداية لهذه الدورة المهمة والتي تستمر لأسابيع 5 بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الدورات المتوقعة في الفصل الدراسي الثاني في البرامج الخاصة، وأنا لازلت في البرامج الخاصة، دورة 8 دورات لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية، وهذه صممت بناء على احتياجات فعلية حقيقية بالتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام، ونتطلع إلى دورات 8 إن شاء الله ذات نفع وفائدة وبالله التوفيق. أما إدارة العامة للدوريات بمنطقة الرياض، فأيضا أسعدنا كثيرا أنها جاءت إلى بيت الخبرة تطلب الاستشارة، وتم الاتفاق على دورات رئيسية للعاملين في الدوريات بمنطقة الرياض. القوات الخاصة لأمن الطرق لم تكن بعيدة أيضا عن طلبها بعض، وقد صمم برنامج يلبي احتياجاتهم الفعلية بوجود منسق من القوات الخاصة لأمن الطرق.
أما الدورة التي نفذناها من قبل وأسعدنا أنها أعيدت مرة أخرى لأهميتها وبعد أن شعر الجهات المختصة بها فهي دورة الحقيقة نحتز بها كثيرا، هي دورة لمحافظي إمارة منطقة الرياض، ثم تليها دورة لوكلائهم وكلاء المحافظين، وهذا كل هذا ما ذكرت إن شاء الله نتوقع تنفيذه خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مطلع عام 2014. قسم آخر، أنا الآن استعرضت برنامج العمل البرامج الخاصة، عندنا القسم الآخر هو قسم المعارض الأمنية، والذي سعدنا البارحة بزيارتكم لقسم أعتقد المخدرات والأسلحة والصور ومطبوعات الجامعة وإصداراتها. هذا القسم الحقيقة بيستعد من الآن، وحسب التوجيهات التي صدرت لنا ونحن أيضا أبلغناها ونعمل معا مع قسم المعارض الأمنية، تجهيز معرض على مستوى عالي جدا للأجهزة الأمنية ونسبة للأهمية، والبدء من الآن في الاتصال بالشركات العالمية لتوفير نوعية جديدة من الأجهزة الأمنية. فوجه سعادة رئيس الجامعة بأن نتأنى وأن ندقق وأن يكون ذلك بمشيئة الله في آخر عام 2014، حتى نتأكد أننا عبر عام كامل سننجز شيئا يشبه ويليق بجامعة نايف. سعادة رئيس الجامعة، أنا وددت أن أستعرض بعض هذه الإنجازات وأرجو أن نكون وفقنا. أتمنى الحقيقة للدارسين عودا حميدا لأوطانهم ولمقار عملهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن مع كلمة المشرف العلمي على الملتقى الفريق الدكتور عباس أبو شامة عبد المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سعادة الأستاذ الدكتور علي بن فايز الجحني وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة، السادة عمداء الكليات، سعادة أعضاء الهيئة العلمية بالجامعة وبالملتقى وجميع الزملاء بالجامعة، السيدات والسادة المشاركات والمشاركين في هذا الملتقى العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تم تصميم البرنامج العلمي لهذا الملتقى على أسس وقواعد ومعايير محددة في مجال التقنيات الحديثة في الإخلاء والإيواء والإنقاذ، وكان من أهمها ما انتهت إليه دراسات وكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ الأمريكية في العشر سنوات الأخيرة، مستخلص النتائج التي توصلت إليها المنظمة الدولية للحماية المدنية في مجال الإنقاذ والإخلاء والإيواء، ما تم رصده أخيراً من المواقع الإلكترونية المختلفة في مجال البحوث والدراسات والنشاطات العلمية الخاصة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال هذا الملتقى. ولقد قامت الجامعة بدعوة صفوة من الخبراء المتميزين في الميدان، وكان شعار الملتقى هو أن نأخذ من التميز أكبر حيز، وذلك كان عنوان الموضوع الأول في افتتاح هذا الملتقى. لقد تم تقديم العديد من التقنيات الحديثة التي ثبت فعاليتها في مجال الملتقى، وقد أعطيت نماذج عملية واقعية كتجارب محلية وإقليمية ودولية، ومن أهمها تجربة الحج في إدارة الحشود، وهي تجربة غنية في استعمال التقنيات في الإنقاذ والإخلاء إذا دعت الضرورة لذلك. كما تم عرض لتقنيات الفضاء والأقمار الصناعية في إدارة الكوارث، والاستفادة من معلومات الفضاء في التنبؤ بأكثر الأماكن خطورة واحتمالاً لوقوع كوارث طبيعية في المنطقة العربية. كما عكست المنظمة الدولية للحماية المدنية ما تقدمه في مجال الإنقاذ والإخلاء والإيواء، وتم عرض الدور المتقدم لطب الكوارث كعلم حديث ينقل الخدمات الطبية للمصابين في الكوارث في مكان الحادث وليس العكس.
ولقد كان ختام الملتقى فرصة مشاركة الدول المشاركة بتجارب محلية تعتبر تكاملية لتجارب الدول الأخرى والدروس المستفادة من كل تجربة. وكملخص لأهم نتائج هذا الملتقى إنجاز لي أن أقول الآتي: أن رجل الأمن أصبح رجل السلام وليس السلامة فقط، أن رجل الأمن العربي الآن عليه أن يتقدم من مرحلة الجودة إلى مرحلة التميز، حيث يجد المواطن المستفيد من الخدمة الأمنية مواصفات أكثر من توقعاته. التوعية البشرية أهم من التخطيط في إدارة الكوارث، بحيث تكون هنالك ثقافة عامة، ومثال كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان خير دليل على ذلك، حيث لم يحدث أي ارتباك أو هلع اجتماعي. إن الكوارث تبرز الثغرات في البنيات الأساسية المجتمعية كما في إعصار الفلبين هذا الأسبوع، وذلك يمكن أصحاب القرار من تصحيح تلك الأوضاع. إن علم الأمن وبالذات علم إدارة الكوارث يبدأ من الميدان وليس من النظرية، وإنما من الميدان حيث يرتفع إلى تكوين النظرية لاحقا، هذا خلاف الكثير من العلوم. أخذ الدروس والعبر من التجارب الميدانية الحقيقية، لأن الكوارث ليست لديها نظرية ثابتة، خصوصا أن أغلب الكوارث غير متوقعة. العمل عربيا بالتقنيات الحديثة في مجال الإنقاذ والإخلاء كالإنسان الآلي والاستفادة من تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، أن تتم نقل خدمات الطبية من المستشفيات إلى المصابين في مكان الكارثة بعد الإنقاذ، وليس نقل المصابين للمستشفيات كما جرت العادة نتيجة للمخاطر المرتبطة بطريقة النقل والوقت. وهنا يبرز الاهتمام بطب الكوارث المتقدم. إن هذا الملتقى وإن أجاب على الكثير من الأسئلة، إلا أنه في نفس الوقت أثار بعض التساؤلات التي سيحملها إن شاء الله كل مشارك لتلمس الإجابة عليها في الظروف المحلية والخصوصية لكل دولة، وخصوصا في مجال التقنيات الحديثة. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الملتقى قد قدم علما نافعا لما يفيد المواطن العربي في سلامته من الكوارث. وأخيرا لابد لي من الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ هذا الملتقى في كل إدارات الجامعة المختلفة، والشكر للهيئة الإدارية لهذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمشاركين في الملتقى كلمة يلقيها نيابة عنهم المفتش الشيبان ولد أحمد من الجمهورية الإسلامية الموريتانية. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، حضور حفلنا هذا، الأخ والمشاركين والأخوات المشاركات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أقف متحدثا من هذا المنبر نيابة عن زملاء المشاركين والمشاركات في هذا الملتقى العلمي التقني الحديث في الإنقاذ والإخلاء والإيواء، لأرفع أسماء آيات الشكر والامتنان للإخوة والأخوات والإخوة المسؤولين في الجامع في جامعة نايف للعلوم الأمنية لقاء ما قدموه لنا في مجال الإثارة، إثارة ما عرفنا، وتعزيز مهاراتنا في هذا الملتقى العلمي على أيدي خبراء متخصصين من مختلف الدول العربية. أيها الحفل الكريم، إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بما تقدمه من دراسات عليا ودورات وحلقات وندوات ومؤتمرات علمية داخل الجامعة وخارجها بهدف تلبية الاحتياجات
التدريبية للأجهزة الأمنية والعدالة وحماية وسلامة المدنيين في الدول العربية مما جعلها تستحق وبجدارة لقب بيت الخبرة العربي، كما جعلها مفخرة لكل عربي. وقد تحقق ذلك بفضل الدعم والتأييد والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه وأصحاب السمو ومعالي وزراء الداخلية العرب. إن هذا الملتقى العلمي كان فرصة حقيقية للاستفادة من الخبراء المتخصصين الذين ساعدونا بالاستماع إليهم على مدى 3 أيام، كما استفدنا من تبادل الخبرات البينة بين المشاركين العرب عبر مداخلاتهم ومشاركاتهم ورائهم وأرائهم، الأمر الذي انعكس إيجابياً على زيادة معارفنا ومهاراتنا وخبراتنا في مجال التقنيات الحديثة في الإنقاذ والإخلاء والإيواء. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أشكر المولى عز وجل الذي وفقنا لحضور هذا الملتقى العلمي، كما أشكر كل من أسهم في إنجاحها وفي مقدمتهم سعادة جامعة نايف رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والشكر موصول للمشرفين العلميين ولأعضاء الهيئة العلمية ولسعادة عميد وكيل وأمين كلية التدريب ورئيس البرامج والتدريب والمنسق الإداري. كما لا يفوتني أن أشكر زملائي المشاركين في هذا الملتقى العلمي على تعاونهم وعلى روح المحبة والأخاء التي سادت اللقاء، متمنيا للجميع عودا حميدا لبلدانهم مع أمل إبقاء في برامج باللقاء في برامج أخرى في هذه الجامعة. وأخيرا دعونا أن أحمد الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. حفلنا الكريم الآن مع كلمة رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، يطيب لي باسم كل منسوبي هذه الجامعة أن أرحب بكم قبل أن أودعكم، ثم أرحب بكم مرة أخرى إن شاء الله في لقاء عامر بالإخلاص والود والانتماء لهذه الأمة العربية التي سطرت أروع ملاحم التاريخ. لذلك نحن في هذه الجامعة التي شيدت بإرادة عربية صادقة ورعيت رعاية أبوية حانية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله، حتى أينعت وفاض ثمارها وأورف ظلالها حتى شمل أبناء الأسرة الأمنية العربية وغيرها. نلتقي اليوم حول مائدة من الموائد الهامة في العمل الأمني المعاصر. تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن موضوع الإخلاء والإيواء وما يرتبط بالكوارث التي نعيشها اليوم في كل أصقاع الأرض في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وأيضاً
منها ما هو طبيعي ومنها أيضا ما هو مفتعل، ولكن التعامل معها يجب أن ينطلق من خلال المعرفة الأمنية للتعامل مع مفرزات وأيضا متغيرات هذه الكوارث التي تظهر لنا يوما بعد آخر على قشرة الأرض. أيها الإخوة والأخوات، لقد دأبت هذه الجامعة على تلمس احتياجات الأجهزة الأمنية والعمل الدؤوب نحو سد هذه الاحتياجات بما تملكه من خبرات ومعارف وتجارب وقواعد وأصول للمعرفة الأمنية. هذا المستودع المعرفي الذي بنته هذه الجامعة بناء تراكميا على مدى عقود من الزمن لا شك أنه ذخيرة وأيضا خزانة علمية فاضت بما تحتويه على مسارب وعلى أيضا روافد العمل الأمني العربي المشترك. وما لقاؤنا اليوم أيها الإخوة والأخوات إلا ليجسد هدفا من أهداف هذه الجامعة ويحقق أيضا محورا من محاور العمل العربي الأمني المشترك الذي نسعى إليه جميعا، أننا نسعى للالتقاء حول مائدة علمية فكرية تعنى وتحمل أيضا الهم الأمني العربي. هذا التنوع في التعاطي مع مفاصل العمل الأمني انعكس بالضرورة أيها الإخوة والأخوات على مؤسسات هذه الجامعة وعلى هيكلية هذه الجامعة في كلياتها وفي أيضا أقسامها وتخصصاتها وجميع ما تفرزه هذه الجامعة للمكتبة الأمنية العربية هو بحق انعكاس لما تحمله هذه الجامعة من عقائد أمنية لا شك أنها نتاج للبحث والتقصي عن احتياجات الأجهزة الأمنية والعمل على التوأمة بينها وبين الخبرات العالمية لنصل من خلال ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى أنموذجا عربيا هجينا استفاد من الخبرات العالمية والخبرات العربية وأيضا لامس واقعنا الأمني العربي. لا أريد الإطالة أيها الإخوة، ولكنني أجد نفسي هنا أن أرفع الشكر لله سبحانه وتعالى باسمكم جميعا أن من علينا بهذا اللقاء حول هذه المائدة التي لا شك أننا قد نهلنا منها وأضفنا إليها ما نحمله وما نبتغيه. وأيضا الشكر نرفعه بعد ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على ما أولوه من عناية ورعاية لهذه المؤسسة العربية السامقة. وأيضا نزف الشكر هنا لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب الذين شيدوا بإرادتهم العربية الصادقة هذه المنارة ورعوها حق الرعاية وأثروا ثقة الأجهزة الأمنية العربية بها. وهنا أيها الإخوة والأخوات لا بد للشكر من تخصيص، أنا أخص به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى لهذه الجامعة لما يوليه سموه الكريم من
دعم ورعاية ومتابعة لمنجزات عمل هذه الجامعة. والشكر هنا أيضا لكم أيها الإخوة والأخوات الذين وفدتم إلى هذه الجامعة وتعتمروا صدوركم بالثقة ببرامج هذه الجامعة وبالإيمان العميق بإنجازات هذه الجامعة والحاجة إلى قيام عمل عربي أمني مشترك ترعرع في رحم هذه الجامعة. والشكر أيضا لأعضاء الهيئة العلمية الذين أثروا بما قدموه من أوراق هذا اللقاء، ولجميع زملائي منسوبي هذه الجامعة، آملا في الوقت ذاته أن لا يكون هذا آخر لقاء أكم بهذه الجامعة، بل يتجدد ونسعد بمقترحاتكم ورؤاكم ومداخلاتكم، فإنها لا شك وقود عمل المرحلة القادمة لهذه الجامعة. أستودع الجميع الرعاية الإلهية آملا أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات على المشاركين. مملكة البحرين، محمد فرحان السليمان، سلمان إبراهيم صويلح، الجمهورية التونسية، محمد أتنكيت، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حلاوي كمال، المملكة العربية السعودية، الدكتور أحمد مبارك الغامدي، الدكتور فضل عبد الرحمن الفضل، الدكتور محمد بن حسن باجبير، سلطان فهد العتيبي، محمد عبد الله الصالحي، معيض محمد الشهري، مناحي شويمي فويز، وليد صالح المزيد، خالد فرحان السبيعي، عبد الرحمن حماد البلوي، مبارك محمد الدوسري، محرز محمد القرني، أحمد عبد الله العلواني، ماجد علي العوفي، محمد علي فاتك، عبد السلام عبد الله الزهراني، عبد الله جابر حكمي، أحمد زيلعي البيشي، الحسن هزاع هاشم، حمد مرضي القحطاني، خالد حامد القرفان، خالد عبد الله العليان، خلف فرج الدوسري، سحمي حطاب السبيعي، طايل عيد العطوي، طلال محمد البقمي، عبد الرحمن محمد البشري، عبد العزيز حمود الشمري، عبد الله عبد المحسن الحقيل، عتيبي غرسان الزهراني، عليان سعود الشمري، عمار عبد الله العتيبي، غازي عبد الله المالكي، مبارك فرحان العنزي،
محمد حمود المخلفي، مطر عبد الهادي الحربي، منصور مبارك البقمي، وليد سعود الحقباني، يحيى محمد عسيري، خالد علي المالكي، تركي حسن السهيمي، أحمد صالح دويان. والأخوات المشاركات من المملكة العربية السعودية: أروى عبد الله الجليهم، أريج عبد العزيز الخلف، أسماء عبد الله المفيز، أمل إبراهيم الخنجر، أمل محمد الشويمان، أمل محمد العتيبي، بدرية مفتاح الزهراني، بشاير بندر السليمان، لا هو بيقول بصوت، تمام سعيد الشمري، حنان علي الحماد، خلود خالد خير الله، دامسه أحمد القرني، دلال مبارك الشمري، رشا خير الله الشريدة، روان يحيى العسيري، ريم سعد أبو حامد، سارة عبد الله الدوسري، سراب مبارك اليامي، عبير محمد الخلف، فاطمة محمد حقوي، فاطمة مغنم البيشي، فضة سالم العنزي، فطوم حامد خيبري، فوزية هادي العمري، مشاعل تركي الهذال، مشاعل منصور الإصيفر، منال سعيد آل سالم، نجلاء شرقان الغامدي، نفلاء نصار النصار، نوال هادي العمري، نوف عادل باشا، نوف عجب الدوسري، هاجر شعيفان آل عثيمين، هيا عبد الرحمن الجبري، هيفاء أحمد عواجي، وفدية نشمي الرشيدي. جمهورية السودان. السيد المأمون عثمان. عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن. خالد إبراهيم حسن. عبد القادر محمد صالح. أحمد يحيى الحوري. دولة قطر. محمد سالم المري. الحميدي راشد المري. جمهورية مصر العربية. الدكتور خالد محمد أبو هاشم. الدكتور عبد العال محمد البهنسي. المملكة المغربية. الدكتور الطنجوي أحمد عزيز. الجمهورية الإسلامية الموريتانية. السالك ولد محمد محمود. الشيبان ولد أحمد. الجمهورية اليمنية. سعيد حاج محمد عبد الرحيم. أبو بكر أحمد جبران. محسن صالح محمد. وندعوكم الآن لحفل الشاي المعد لهذه المناسبة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.